تبدأ مستشفيات الشرطة اعتبارا من غدا الاثنين استلام كراسات تقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الشرطية الصحية، وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق البدء في قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية ذكور وإناث بالقاهرة وأيضا الإسكندرية للعام الدراسي 2024/2025 من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي من الذين يجتازون الاختبارات المقررة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر إحنا معانا الزميل محمود عبد الراضي المشرف على قطاع الحوادث باليوم السابع. أهلا بيك معانا يا محمود. اهلا وسهلا بيك يا استاذه منى وكل الساده المشاهدين. يعني في البداية عايز أعرف منك أماكن استلام كراسات التقديم من الطلاب الراغبين في إن هم يقدموا. يعني وزاره الداخليه راعت الاماكن الجغرافيه وحددت اربع مستشفيات، مستشفى مدينه قصر هيكون الاستقبال فيها للمستشفيين في منطقه القاهره الكبرى، عندنا كمان مستشفى شرطه طنطا حضرات الدلتا، وعندنا مستشفى الشرطة في الإسكندرية، وفي الصعيد عندنا مستشفى الشرطة. الأربع مستشفيات دول يعني ممكن استلام كراسات من الطلاب بعد استيفاء ملء البيانات الخاصة بالطلاب وبياناتهم وبيانات ذويهم، علشان بعد ذلك تبدأ الاختبارات اللي أعلنت عنها وزارة الداخلية. طيب عايز اعرف كمان الطلاب عايز اعرف المواعيد، هل هناك فترات مسائية مثلا؟ المواعيد يعني التقديم هيبدأ بكرة، بيبدأ التقديم من الساعة 8 الصبح، التقديم بيستمر حوالي الساعة 2 الظهر، عملية التقديم مستمرة لأكثر من شهر، نهاية يوم التقديم هو 19/8 المقبل، بنتكلم عن أكثر من شهر عشان يدوا فرصة لأكبر عدد من الطلاب سواء الذكور أو الإناث للتقديم وإجراء الاختبارات اللي أعلنت عنها وزارة التربية، وإذا ما تم اجتياز هذه الاختبارات وإذا ما كان الطالب أو الطالبة جميع الشروط اللي تم الإعلان عنها ينضم بعد ذلك إلى جهاز الشرطة ويعمل بدرجة معاون تام. طيب عايز أعرف كمان التسليم للطلاب ممكن يكون ينوب عنهم آخرين ولا لازم يكون بشخصهم؟ لا، وعملية التقديم مفترض الطالب شخصيا هو يتوجه في الكراسة للتوقيع على بعض الأوراق الرسمية، وبعد ذلك يتم إعلانه بأول مواعيد للاختبارات علشان يبدأ يتدرج في هذه الاختبارات. لابد أن يستوفي عدد الاختبارات، اختبارات قدرات بدنية، اختبارات رياضية، اختبارات علمية، اختبارات ذهنية، واختبارات نفسية، تأكد أنه شخص صالح ومستوفي لكل شروط اللياقة البدنية والصحية والنفسية، بعد ذلك الوصول لآخر اختبار هو اختبار الهيئة إذا ما تم اجتيازه، بعد ذلك يلتحق في هذا المعهد ويدرس لمدة عامين، يعني الدراسة بيكون ما بينها وقت زمني معين، إقامة كاملة وبتوفر لوزارة الداخلية الإقامة ويعني الدراسة وأماكن الدراسة وأدوات الدراسة، وخلال العامين دول يحصل على مكافأة نظير وجوده داخل هذا المعهد. طيب عايز أعرف كمان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين يا أستاذ محمود. يعني تم وضع شروط عامة، يمكن أبرز هذه الشروط يكون أبوين مصريين، ويكون طبعا مصري غير متجنس للجنسية المصرية، يكون أصلا مصري، يكون لم يسبق اتهامه في أي قضايا مخلة للشرف أو محكوم عليه في الجناية، يكون حسن السير والسلوك، يكون أصلا كمان مندرج من عائلة أيضا حسن السير والسلوك، يجبر التحريات عليه حتى الجد رقم 4، كمان ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوج أثناء قيده للمعهد، او يعني تم اجراء عقد قران، هذا الامر مخل بالشروط، الا يكون يعني اذا كان طالب الا يكون يقضي فتره التسجيل اثناء التقديم، كمان لابد زي ما قلت لحضرتك استيفاء الشروط الصحيه، يكون مستوفي صحيا، ان يكون طول القامه لو طالب
165 فولتي، اما لو بنت يكون طول القامه 160 فولتي. طبعا يكون يعني حاصل الثانويه العامه على حد ادنى 60%، مجموع ما يكونش اقل من 60%. طبعا يكون من شعبه العلم علوم، يعني الادب ما ينفعش يقدم. دي ابرز الشروط العامه التي يجب ان تتوفر في الطالب. طبعا اذا ربنا يعني كتب له وقيد له يعني اجتاز الشروط ونجح، يحصل على عدد كبير من الامتيازات بعد تعيينه في قياده الشرطه. يمكن ابرز هذه الامتيازات هو بيضمن وظيفه، هو مغير فيلم بيضمن وظيفه، بيعمل في درجه تعاون الدرجه الثالثه، وبيترقى وفقا لترفيهات الموجود بها في جهاز الشرطه. كمان بيحصل على راتب شهري يمتاز، يعني بيتميز بكافه امتيازات جهاز الشرطه، سواء الانديه والفنادق، المصايف، رحلات الحج والعمره، كمان العلاج في مستشفيات الشرطه. كل ما يتمتع به رجل الشرطه هو بيتمتع به اذا ما يعني التحق في هذا المعهد. طيب ايه هي كمان مدة الدراسة في المعهد الفني؟ الدراسة في المعهد معظمها بتكون دراسات طبية، يعني هم أشخاص أو طلاب دول بعد ذلك بيلتحقوا في مستشفيات الشرطة وفقا لاحتياجات مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية. فمعظم المواد الدراسية فيها بتكون مواد طبية لكيفية التعامل مع المرضى الأمراض المختلفة والتخصصات المختلفة، سواء بطنة، صدر، عظام، يعني التخصصات المختلفة. كمان بيكون هناك مواد قانونية إلى حد ما، مواد خاصة بحقوق الإنسان، هناك تنوع في المواد. دراسة أشبه إلى حد ما في كلية الشرطة مع التعديل في بعض المواد والتخصصات، يعني بتفيد تخرج معاون طبي قادر على التعامل مع الأشخاص اللي بيتعامل معاهم داخل الشرطة بشكل جيد جدا. يعني طيب عايز اعرف كم حضرتك، هل بتختلف مناهج الدراسة بالمعهد عن المناهج الدراسية بالمعاهد المناظرة؟ يعني هي في مواد مشتركة زي ما قلت لحضرتك، المواد المشتركة المواد الطبية اللي بتؤهله التعامل مع حالات الضرقة والتعامل مع المرضى بشكل عام، لكن نقطة الاختلاف هي المواد الزيادة اللي بيتم دراستها الخاصة يمكن في القانون الخاصة بحقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الأشخاص. يعني الهدف هو يتم إعداد طالب متكامل، يعني عنده دراسة وعنده مواد علمية متكاملة، سواء طبية، سواء مواد حقوقية، سواء مواد قانونية. ده الهدف منه، بياخد كورس مكثف على مدار السنتين، بيتخللهم فترة معينة حوالي 3 شهور إقامة كاملة داخل المعهد، بيوفروا له إقامة، بيوفروا له أكل وشرب والظروف المعيشية علشان يتم تخريجه شخص متكامل يستطيع التعامل فورا مع سوق العمل. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا ومعلوماتك القيمة دايما. شكرا يا فندم، شكرا. مشاهدينا دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، كنت معكم أنا منى يحيى.